السلام عليكم. تم في نهاية الأسبوع هذا الاتفاق على استثمار قطري ب 3.5 مليار دولار في مشروع يعد الأكبر في العالم من نوعه، حيث يعتبر المشروع هذا انت إنتاج الحليب في الجزائر، الحليب المجفف في الجزائر. وأنا نزيد نأكد حاجة، أنه الحليب المجفف لا بد من إنتاج الحليب المجفف، لأن المركبات بهذا الحجم أنت تنتج 200 ألف طن من الحليب سنويا، مش بإمكان يعني إنتاج حليب طازج يعني بهذه الكمية، لأن التوزيع سوف يكون عبر كل التراب الوطني، وممكن يكون فيها عملية تحت تصدير. إذن غير ممكن، لابد من إنتاج حليب مجفف وإعادة استعماله فيما بعد، يعني العملية، لأنه في عملية على التخزين والحفاظ على الحليب هذا. إذن مش ممكن إنتاجه وهو طازج وتوزيعه على مئات الكيلومترات. إذن الحليب سوف يكون مجفف، والمشروع سوف يتربع على مساحة 117 ألف هكتار. إذن والناس كثير ناس كانوا هذول الناس التافهين يضحكوا ويتهكموا على المشروع هذا، قال لك يزرعوا الحليب وداروا حتى رسومات الشجرة وربطوا فيها الأشجار تاع الحليب. قال لك جا في الجزائر يتم زراعة الحليب. إذا نخلوهم إحنا في سباتهم ونستمر في العمل. إذن فيه اتفاق في نهاية هذا الأسبوع على المشروع، وسوف ينطلق في نهاية شهر أكتوبر هذا، سوف ينطلق الأشغال الخطوات الأولى في هذا المشروع نتاع كما قلنا 200 ألف طن من الحليب سنويا، ويتربع على مساحة 117 ألف هكتار. وهذه المساحة مش مساحة، هي مساحة لإنتاج الأعلاف انت اللي سوف يعني بهذيك الاعلاف اللي سوف يعني يمول الانتاج تاع الحليب بتربيه الابقار، وكذلك سوف يكون في انتاج كبير من اللحوم الحمراء. اذا هانئا للجزائر بهذا المشروع العملاق، واللي كيما نعاود ناكدوا يعتبر اكبر مشروع متكامل في العالم من هذا النوع. اذا هانئا للجزائر بهذا المشروع، والمزيد إن شاء الله في مجاريع أخرى وفي هذه العلاقة الثنائية المتميزة بين الجزائر وقطر. نخليكم تابعوا الفيديو كامل وشامل عن كل تفاصيل المشروع هذا على أفواه أصحابها، يعني اللي كونتراكتون، الناس اللي سينيات عن المشروع هذا تتكلم. نخليكم تابعوا الفيديو. إذن والسلام عليكم. اليوم مع شريك عربي محترم ونتعامل معاهم باش نبدا لاول مره نحاول ننتج الغبره نتاع الحليب عندنا. مش ماهوش قدر المحتوم انا باش نستورد ننتج تاعي، ما نعرفش كيفاش ندير، نستنجد بالاشقاء ونستنجد بالناس اللي يعرفوا. اخبار مشروع جزائري قطري لانتاج الحليب المجفف سيجسد بولايه اضرار هي ثمرة شراكة وتعاون استراتيجي رسم معالمه قادة البلدين. هذا المشروع ستحتضنه مساحة إجمالية قوامها 117 ألف هكتار، مكونة من ثلاثة أقطاب لإنتاج الحبوب والأعلاف وتربية الأبقار وإنتاج مسحوق الحليب. هذه الشراكة مع بلدنا نموذج حقيقي لتجسيد السياسة الاستثمارية المعتمدة من طرف الجزائر في مجال الفلاحي. هذا المشروع أيضا يسمح أيضا بتزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وطبعا خلق عدد كبير من مناصب الشغل لتقارب 5000 منصب شغل مباشر، ومساعدة في رفع عدد رؤوس القطاع الوطني من الأبقار. توفير 50% من احتياجات السوق الجزائرية للحليب كمرحلة أولى قبل الوصول للاكتفاء الذاتي، ذلك ما ستعمل على تجسيده الشراكة الجزائرية القطرية عبر هذا الاستثمار الذي فاقت قيمته المالية 3 ملايير دولار. مشروع
يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من حليب البودرة بنسبة 50% لدولة الجزائر بإذن الله. المشروع طبعا هو حيكون أكبر مشروع متكامل على مستوى العالم. المشروع الثاني بعد هذا المشروع بيكون تقريبا 70% من حجم المشروع اللي بإذن الله راح يشاد في دولة الجزائر. من المتوقع المباشرة في الأعمال على أرض الواقع خلال شهر أكتوبر الحالي بإذن الله. أحدث التقنيات في تسيير الثروة الحيوانية ورفع عدد رؤوس الأبقار تدريجيا أحد أهداف الاستثمار الذي يندرج ضمن استراتيجية الدولة لإنتاج واحدة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ويصب في سياق تعزيز الأمن الغذائي الذي تعمل الجزائر على تحقيقه. قرية جزائرية، أكبر مشروع زراعي صناعي متكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في العالم، لتربية أبقار حلوب وإنتاج مسحوق الحليب في مساحة إجمالية قدرها 117,000 هكتار، مكونة من 3 أقطاب: مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب. سيسمح هذا المشروع بتغطية 50% من الاحتياجات الوطنية من مسحوق الحليب واللحوم الحمراء، وسيتم استخدام أحدث التقنيات العالمية. المشروع الأول من نوعه في الجزائر، خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي.